ضاعت 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 والمنتخب الاسترالي الى نهائي غرب اسيا في مواجهه كوريا الجنوبيه. اوهو هدف لمصلحه المنتخب الكوري الجنوبي. كره اللعب الله. اوه زك بن هاني وتسديده وهدف التعادل. يا سلام روعة بالفعل الكرة الماضية. وهنا هدف ثاني هدف ثاني هدف ثاني. نعم انطلاقة خطيرة لا ومحاولة خطرة. هدف ثالث الآن هدف ثالث الآن يسجل المنتخب الأردني بالتقدم بركلات الترجيح بركلة مقابلة الشيخ إبراهيم عادل. إبراهيم يتقدم ضيعها إبراهيم عادل. أحمد عيد ركلة ترجيحية للمنتخب المصري يتقدم. أحمد عيد يتقدم رابع تسديدة للمنتخب الإماراتي. عبد الله يتقدم ولكن يصدها 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 وسيم حميد ويضيعها. عبد الله ويصدها يا ولد يصدها حمد المجبالي ويعيد المباراة إلى نقطة البداية. الآن وتسديدة ويصدها يصدها يصدها وسيم حميد ليفوز المنتخب العراقي.